minimum entre 12 et 16 ans. Tout doit se faire avec ballon. Hadja Khfifa avec son ballon, hop. قادر دير ان جو على بطال ما كاينش الميكرو اللي مويا ما كاينش ثاني نحب نخبو حاجه ثاني قلت لك راه المال بارك الله فيك باش التمرين يندار بسرعه كبيره هنا في التمرين الاول هدايا اسكو راه يتطبق ولا ما يتطبق لا ما يتطبق صح شو في لاكوريت تربص تاع شهادة الاتحاد الإفريقي سي لأول مرة راح يكون تكوين على مستوى الوطني قبل هذه الفترة كنا نديرو ديزيكيفالونس معادلات أما الآن دخلنا في مرحلة التكوين والآن رانا في أول دفعة تاع تكوين لا ليسونس كاف سي في الرابطة الجهوية لورقلة التربص هذا يحتوي على ثلاث مراحل في كل مرحلة فيها خمسة أيام يعني بين المرحلة والمرحلة حوالي 15-20 يوم وبعد في المرحلة الثالثة يكون فيها امتحان للمتربصين للحصول على هذه الشهادة أنا من بين المتربصين للزملاء تاعنا جاتنا الفرصة هذه تاع الكاف سي في ورقلة لأول مرة في المنطقه تاعنا ما حبيناش نراطيها وهذا التربص يهم كل المدربين من الجهه خاصه احنا عندنا نقص في المدربين من المنطقه تاعنا والجهه تاعنا